تلعب الكره الاماميه الانطلاقه الان من جانب فريق الاهلي، محاوله سريعه، محمد السعيد يلعبها اماميه، محاوله التسديد من جانب سراج شوائي الذي يراوغ في مره اولى وتسديده، والهدف والهدف لمصلحه فريق الاهلي بنغازي بعد خطا كان من جانب الحارس عبد الباسط عمر الذي لم يتمكن من امساك الكره الماضيه، لم يتمكن من الكره الماضيه ومن امساكها تدخل الكره الى داخل المرمى، او ثاني الاهداف لمصلحه فريق الاهلي بنغازي. اذا 23